الاساس هو اللي في التيران غير لا بنفضل ديالو انا راه ولا شي الوطني دوز معايا تربينا معلم مع السي عمار والسي سعيد وداكشي حتى انا تنقدموا في المسرحيه باستاذ الاجيال تبارك الله خويا انا استاذ هاك انا تربيت معاه انا ولد المدينه ولد الفرسينيكا لا لا انت هو البركه سيدي احمد انت هو البركه انت هو البركه أرحب بضيوف المؤسسة الكرام رئيس ممثل السلطة المحلية وممثل المؤسس محمد السادس إعادة مجلس السجناء ممثل قطاع التكوين المهني وباقي المصالح التي تحضر معنا في هذه المناسبة. المخيم الصيفي للأحداث كما ذكر السيد المشرف الاجتماعي هي مناسبة موسمية اعتادت المندوبية العامة على تنظيمها منذ 5 سنوات. نحن اليوم في المحطة الخامسة لهذا البرنامج السنوي الذي يأتي في إطار شعار هو ترسيخ القيم، هو يعني برامج إصلاحية وتربوية هادفة من أجل إعادة إدماج فئة هشة، فئة خاصة من السجناء اللي هما الفئه ديال الاحداث. البرنامج هو ينطلق لمده شهرين من 15/7 الى 15/9 موزع عبر 4 محطات. نحن اليوم في المحطه النهائيه الثانيه، يعني باقي هناك محطتين. هذا البرنامج هناك فريق على المستوى المركزي من المؤطرين التربويين المختصين الذين يواكبون فئه الاحداث من خلال برامج ثقافية ترفيهية تربوية ورياضية، برامج غنية بالمسابقات يعني التي تعرفها يعني المؤسسة خلال هذه الفترة. هذه برنامج يهدف كذلك إلى أن المندوبية العامة يعني لاحظت أن فترة الصيف اللي هي فترة تعريف العطلة وتعريف أن يعني النزلاء يكونوا قد انتهوا من البرامج ديال التكوين والتعليم بالخصوص، وبالتالي فلكي تمر هذه المرحلة في جو من يعني السرور، في جو من يعني أن هؤلاء الأحداث هم لهم حقهم في رغم أنهم داخل الأسوار، ولكن لهم حقهم كذلك في الترفيه رغم يعني ظروف الاعتقال ورغم يعني الوضعية اللي هما فيهم اللي هما فيها بطبيعة الحال. فالمندوبية العامة تحرص بتعليمات من السيد المندوب العام شخصيا على أن تكون هذه الفترة فترة برامج وأن لا تمر يعني بفراغ وما يخلفه من مشاكل داخل المؤسسة السجنية. إذا شكرا لكم مرة أخرى، وأشكر كذلك النزلاء على المشاركة ديالهم بروح الانضباط وبروح يعني ديال الإبداع، والابداع في الحقيقه داخل المؤسسه ولا قيود عليه، حريه الابداع رغم ان الوضعيه هي وضعيه اعتقال، ولكن لا قيود على حريه الابداع لدى هؤلاء الاطفال. شكرا لكم جميعا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بالنسبة لهذا اللقاء وهذا الحدث هو احتفال بنهاية المرحلة الثانية لملتقى الأحداث الذي تنظمه المندوبية العامة لإدارة السجون بمختلف المؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح. هذه المرحلة الثانية التي يستفيد منها 80 نزيلا شاركت في مختلف البرامج من ورشات مسرحية وتشكيلية ورياضية إلى غير ذلك. وهذا اللقاء اليوم هو نهاية المرحلة والذي عرف حضور وازن لفرقة حسن الجندي الذي قدم مسرحية متميزة حول التحسيس بالماء وأهمية الماء. وهذه المسألة هي مهمة لأن هذه المسرحية جاءت في وقتها مناسبة فهي رسالة لكل النزلاء ولكل الحضور على أهمية الماء وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فبدعوته كريمة من السيد الفاضل الدكتور محمد سالم التمك انتقلت فرقة مسرح الجندي لتعمل جسرا للتواصل بينها وبين المركبات السجنية في إطار مساهمة الفرقة في تنشيط المخيم الصيفي للأحداث في نسخته الخامسة عبر التجوال بمسرحيات الأمانة وهي مسرحية تحسيسية حول الماء وهي الظاهرة التي تقض المضاجع في بلادنا وكذلك في بلاد المعمور لنقدم رسالة فنية عبر محاكمة افتراضية للإنسان بأن يحافظ على هبة السماء نعمة الماء. فنحن نتشرف بأن مررنا في الحفل الختامي للمركب السجني بوركيز لنقدم باقتان متنوعتان مع تلة من الأحداث والنزلاء الذين قدموا فقرات فنية جميلة وبديعة أطرتها مجموعة من الإداريين والمربين والمنشطين الاجتماعيين والفنيين. فكانت بذلك فرصة لفرقة الجندي بأن تساهم من موقعها في إحياء هذا الحفل التنشيطي. ونقول في الأخير شكرا لفاس نيوز على هذه الكلمة التي أتاحتها للفرقة في شخص المتواضع حسن الجندي ورفيق دربي الأستاذ القدير أحمد الناجي. أنا بغيت نهضر على المؤسسة السجنية مناسبة الملتقى الصيفي. احنا فرحانين بزاف على أساس الناس اللي كيسهروا من جهتنا باش احنا نكونوا فرحانين
نكونوا في نفسية جيدة، نكونوا تحنايا نحسوا براسنا بأننا حلي مازالين حيين، ماشي متنا أننا دخلنا السجن أننا متنا أو لا، نحن مازالين حيين وكيحيو فينا واحد الطاقة باش نخرجوا، أننا منين نخرجوا من السجن نكونوا في واحد السيرة حسنة ديالنا، في واحد الطاقة ديالنا، نكونوا في واحد الشيء اللي ما نعاودوش نرجعوا لهذا الشيء هذا لهذا السجن. نفكروا محدنا في داخل المؤسسة السجنية، نفكروا هذا الشيء مزيان، نفكروا باش منين نخرجوا نكونوا حدا والدينا ونتهلاو في والدينا ونخدموا على راسنا. هذا الشيء راه ما صالح حتى شي حاجة، هذا الشيء ما لايق لوالو وما يخرجناش حتى شي حاجة. وشكرا.